بسم الله الرحمن الرحيم، اعزائي متابعي ومشاهدي صفحات مصر اليوم على السوشيال ميديا، اهلا بيكم من صاله تحرير مصر اليوم. معكم النهارده وائل عباس. عندنا النهارده لايف مهم ومميز مع كابتن هاشم الجيلاني، احد اصغر او اصغر محترف في الكره السعوديه، ناشئ نادي الزمالك. هنتكلم معاه النهارده على رحلته وعلى بدايته في الكوره، وازاي وصل بيه الامر ان هو يبقى اصغر محترف في الكره السعوديه، كمان ملابسات الفترة اللي قضاها في نادي الزمالك وإيه اللي خلاه ساب نادي الزمالك ومشي، رجع تاني دلوقتي، هنعرف رجع ليه، طموحاته إيه الفترة اللي جاية، هيكون متواجد فين. كل ده إن شاء الله هتتابعوه معانا في اللايف النهارده على المصري اليوم. كابتن هاشم أهلا بيك. تمام، ازي حضرتك؟ أخبارك إيه؟ كله تمام الحمد لله. الحمد لله، منورنا في المصري اليوم. طبعا في البداية حابين نعرف الناس مين هاشم الجيلاني، أصغر محترف في الكرة السعودية. طبعا قبل ما ابتدي انا سعيد ان انا موجود مع حضرتك، اتشرف ان انا موجود مع حضرتك. البدايه بتاعتي خالص كانت من دوري مدارس السعودي، لحد ابتديت من عين ثالثه اعدادي، خدت هداف البطوله مرتين. الاول قول للناس انت مواليد السعوديه ولا لا لا لا، سافرت؟ مواليد السعوديه. مواليد السعوديه، مواليد السعوديه، وكنت بدرس في السعوديه عادي خالص. ابتديت معايا المشوار من ثالثه اعدادي، خدت هداف البطوله مرتين، احسن لاعب في السعودي مره، واحسن لاعب في الدوري مره. رشحوني انضم لنادي الدرعيه السعودي، كان ساعتها لسه في نادي الدرعية السعودي. نادي الدرعية السعودي، كان ساعتها مشارك في الدرجة الأولى. في ناس رشحت، رحت وعملت اختبار وقال لك خلاص اوكي معانا اللاعب، على أساس إن أنا كنت لحد الفيرست تيم، أنا كان ساعتها 15 سنة، فقال لك مفيش عقود في المحترفين في الناشئين. فقال لك هنكمل معانا لحد الفيرست تيم المضي. كان ساعتها مفيش لسه قرار مواليد، قعدت معاهم سنتين ونص ناشئين وشباب وفيرست تيم، وأنا عندي 16 سنة 19. لحد ما تصعدت فيرست تيم ما كانش لسه في قرار المواليد، خلصت ثالث ثانوي، جت خطوه ان انا انزل اكمل دراسه مرحله الجامعيه. نزلت مصر سببه ده سببه ان ما ينفعش ان انت تدخل جامعه سعوديه. كانت هتبقى الفرص قليله في الدراسه في كمل في الجامعه السعوديه. تمام. هناك الاجانب في الجامعه السعوديه الفرص تبقى صعبه، يعني 2% من. تمام. فنزلت هنا نادي الزمالك في مصر. انا اولا بدرس هندسه، فبجانب هندسه رحت نادي الزمالك، كان ساعتها كابتن اشرف قاسم قال لي خلي المدربين في القطاع. ده كان سنه كام؟ كان اول 17، اول 2017، اخر 16 اول 17، قال لي خلي المدربين يشوفوك. كان ساعتها في الجهاز الفني كان تامر عبد الحميد بشير التبعي، نزلت مع الفرقه مرنت معاهم وكده. كابتن بشير التبعي قال لي اوكي خلاص انت معانا. دي كانت اول فتره ليا في نادي الزمالك، انا كانت اول فتره ليا 6 شهور. بعد كده بعد ما الموسم خلص حبيت خطوة تانية، أنزل درجة أولى أو درجة تانية في فيرست تيم، أزود من قدرات شوية في الدوري المصري. خلينا نقف هنا. يعني أنت دلوقتي رجعت من السعودية وانضميت لقطاع الناشئين في نادي الزمالك. جميل. هما طبعًا ما كانوش يعرفوا عنك أي حاجة، فطبعًا لما شافوك قالوا ده لعيب كويس وانضميت. تمام. سبت نادي الزمالك علشان خاطر تاخد خطوة إن أنت تلعب في دوري الدرجة التانية، أو ليه ما استمرتش في نادي الزمالك؟ أو ليه ما استنيتش إن أنت تكمل في قطاع الناشئين في نادي الزمالك؟ كنت لسه جديد في الدوري المصري، كنت اشارك ماتش واثنين لا، اشارك ماتش واثنين لا، وانا من نوعيه اللعيبه اللي انا لما بقعد انا يعني نفسيا انا بتضايق. حابب ان انت يعني حتى بالظبط، يعني انت عارف لو اطلع في نص الشوط الثاني انا ابقى متضايق، انا لاخر نفس عندي في الملعب عايز ادي لعب، خصوصا نادي الزمالك اللي انا اتربيت عليه. زملكاوي. العيله كلها زملكاوي. كانت والدتي بس الله يرحمها هي الاهلاويه. الله يرحمها. امين يا رب. بس فحبيت ان ازود الالتحامات شويه، اشوف الدنيا في مصر عامله ايه في الكوره، قلت خليني اخد الخطوه دي. نزلت درجه ثانيه، خدت معاهم موسم، وبعد الموسم دوت رجعت تاني نادي الزمالك. طب انت لما قلت لهم ان انت ماشي في نادي الزمالك قالوا لك ابوك تمشي وما قالولكش اقعد الفرقه المسؤولين عن لا، هو كان الموسم خلص، كان التجمع بتاع الموسم الجديد المعسكر الموسم الجديد، محدش كلمني. محدش كلمك حتى قال لك انت فين ولا؟ فدي الخطوة اللي خلتني اتشجع وارجع تاني اي حسابات. ده هياخدنا لحاجة مهمة بسألك عليها بس بعد ما تكمل. يلا بس خليت اتوكل على الله، توكلت على الله ورحت خدت الخطوة ديت، الحمد لله فديت. انا رجعت الفترة التانية في نادي الزمالك الحمد لله معاك. ما عادش الا ممكن اصابة. الفترة التانية دي كانت قد ايه؟ الفترة التانية كانت سيزون، كانت موسم. وبعد السيزون؟ بعد الموسم دوت كانت البطولة العربية هنا في مصر، رحت الأولمبي هناك. معلش الأول، بعد السيزون ده برضو الوضع إيه في نادي الزمالك؟ يعني أنت المفروض إن أنت كنت أفضل.
دي حقيقة بتشارك بشكل اكبر من المرحله او الاولى اللي انت كنت موجود فيها. دي حقيقة. طيب ايه اللي حصل بعد ما الموسم انتهى؟ الموسم خلص خلاص، كانت البطولة العربية هنا في مصر، محدش كانت كلمك من نادي ساعتها، الزمالك؟ لا ما انا هقول لحضرتك، اه كانت ساعتها قطاعات الناشئين هنا في مصر بيبقى استمارة سنة، فالسنة بتاعتي خلصت، كان يعتبر كده فيه. تمام. لما جت البطولة العربية في مصر وكلموني الإدارة بتاعت نادي الهلال، ورحت والوضع خلاص كان معايا أوكي، كملت معاهم، عرفت المشرفين على الكورة في نادي الزمالك قطاع الناشئين، قالوا لي توكل على الله وإن شاء الله تكون خطوة كويسة تحترم من خلالها في سنين في الزمالك. خليني برضو اسالك سؤال. يلا بينا. انا دلوقتي مفترض ان انا مسؤول في قطاع الناشئين في نادي الزمالك، عندي لعيب مميز قعد عندي فتره 6 شهور في البدايه وبعدين انا ما كلمتوش، فمثلا كنت شايفه ان هو مش هيفيدني. الفتره الثانيه انت بتقول ان انت لعبت بشكل مستمر او كان ادائك افضل او كانت مشاركاتك اكبر تمام بعد نهايه السيزون تمام لما انت تطلع مثلا جالك الهلال او جالك الكلام ده جميل. كله، ازاي هم ما قالولكش كمل معانا او احنا محتاجينك او انت احنا عايزينك تقعد معانا، او حتى ما فكرولهاش بشكل استثماري ممكن شويه فكره ان انا امضيك تكمل معايا وبعد كده نادي الهلال يكلمني اطلعك حتى اعاره، لكن جميل. اقول لك ربنا يوفقك كده على طول في انا نادي ده الزمالك اللي حصل الموضوع. معايا ساعتها في نادي الزمالك، وبعد ما رحت الهلال ازاي رحت مش ازاي رحت، حصل واحد اتنين تلاته، وكلمت الناس اللي كانت مسؤوله في قطاع الناشئين، يعني هم قالوا لك انت ازاي رحت الهلال؟ في ناس مدربين كلموني، مين كان مسؤول ساعتها عن قطاع الناشئين؟ كان قطاع الناشئين او مين الفرقه اللي انت كنت هقول بتدرب لحضرتك، معاها في كان الفتره الثانيه؟ الفتره الثانيه كان كابتن سيد حنفي، كان عمرو فهيم، دي الفتره الثانيه بتاعت ده الناس، الجهاز الفني. هو ده الجهاز الفني. الوقت ده كان موجود فيه كابتن طارق يحيى كان رئيس قطاع الناشئين ولا لا ما لا لا كانش؟ لا لا لا، دي كان كانت قبل، اه كابتن غانم سلطان تقريبا. كان كابتن غانم سلطان، كابتن عصام مرعي، كابتن بالظبط، بدر اه حامد، كابتن بدر، اه دول كانوا هم المسؤولين عن دول قطاع كانوا ماسكين، الناشئين، بالظبط اللي كانوا ماسكين ملف قطاع الناشئين كانت الناس. هم اللي كلموك قالوا لك انت ازاي رحت الهلال ولا في حد مدرب كلمك من لا القطاع؟ كان مدربين من قطاع مدربين من ال 97، القطاع. ليه رحت ومش ليه رحت، حصل واحد اتنين تلاتة وجاني حاجة أفضل. انت كنت استأذنت مين بقى قبل ما تمشي؟ خلاص اللي كلمته كلمته، مش حابب تقول. لا اللي كلمته كلمته، ان لما حبيت اخد طب رأيه انت قلت لهم ان انت قلت حصل للمدرب ده ان انت ماشي وقال لك حصل اتكل حصل. على الله؟ وبعد ما انا في بداية الموسم اللي انا بقول لحضرتك عليه اللي هو بعد السيزون بتاعي اللي خلص، كل الطاقم اتغير، اللي هو قال لك اللي هو قال لك ربنا شكرا. يوفقك، اه اللي قال لي ربنا يوفقك، الفرقه دي كلها اتغيرت، هي الجهاز. بالظبط اللي كانوا مسؤولين ربنا يوفقك خلاص انا مشيت، هما مشوا. محدش تواصل معاك من المسؤولين عن القطاع؟ كابتن غانم، كابتن عصام مرعي، لا كابتن اللي كلموني كان من الجهاز الفني، وكانت ناس داعمه لنادي الزمالك ليها اسمها في الكره المصريه، بس ما كانوش ماسكين حاجه في نادي الزمالك، محبين كنت يعني. كملت اه كباتن الفرقه اللي كانوا ماسكين الفرقه سنين، ما كانوش ماسكين ساعتها حاجه اداريه في النادي، طب ليه ما كملت؟ كمل افضل الله افضل الله. لكن الحمد لله يعني جاب بعدها الجيل ال 97 كله، محدش صعب، في اللي راح الاسماعيلي، في اللي راح المصري، في اللي راح المقصه. ده لكن بسبب ان اتلغت المواليد لا لا لا، انا بتكلم حضرتك ولا هنا في الفرقة؟ فرقه 97 هنا في مصر، هنا يعني اتلغت مواليد 97، اه خلاص كانت المسابقة بتاعتهم بالظبط اتلغت. كانت اخر سنه، ومحدش صعد، ما كانش لسه في الوعي، الإدارة ما شاء الله ثلاث أرباع لعيبة 97 دلوقتي اللي هي اسمها في الدوري، زي مين كده؟ مين كان يعني في كان عمر جيلك مين صلاح، ما كان أنا هقول فرقتك لحضرتك مين؟ في عمر صلاح، مدبولي، عمر صلاح. عمر صلاح عمر صلاح لعب طلع فلسطين. بالظبط، لكن ما الناس دي ما كملتش في الناس زمان، مدبولي، محمد عبد السلام، محمد مدبولي، السلام يمكن هو تقريبا آخر واحد ماشي، مدبولي احمد مدبولي، بتاع الإسماعيلي، احمد مدبولي بتاع الإسماعيلي، اللي راح مصر مصر التعدين والزمالك رجع اشتراه، لا انا مش عارف الخطوه ديت، بس هو بس هو اللي هو المراوغ بيلعب في في الاسماعيلي الاسماعيلي دلوقتي حاليا، يعني، اه هو كان من ناشئين نادي مدبولي الزمالك كان معايا، وتم اه برضه لا ما الاستوب. كانش من ناشئين نادي الزمالك، بس جوه هم جابوه على الجيل ال 97 بتاعنا، يعني هم جابوه فرقه قطاع ناشئين نادي الزمالك تعاقد معاه لفريق 97 بعد كده مشي فيه. تمام. الشباب دول كلهم كانوا في الجيل ال 97، ففي ناس كتير اللي كانت كويسه، بس ان شاء الله يعني الوضع دلوقتي الحمد لله اتحسن، وضع افضل، ابتدى الناشئين يعملوا لهم عقود، فانا ناشئين نادي الزمالك، يعني لما اروح فرقه انا جاي من ناشئين نادي الزمالك، طبيعي انا هبقى عايز اعمل اقصى جهد عندي عشان ارجع اخدم فرقتي. طب كمل لنا موضوع السعودية.
بس السعوديه جت كلمك مسؤولين الهلال؟ الهلال وقالوا لي تعالى خلي المدرب يشوفك. انا ساعتها هم معسكرين في الاسماعيلي، رحت والجهاز الفني شافني قال لي خلاص انت هتكمل معانا. البطوله العربيه خلصت بعد الموقف ده ب3 شهور، جه الهيئه العامه للرياضه لغت الفرقه بتاعت اللي هي كان في الوقت ده كان دي الاعمار السنيه اللي بيطلع منها المنتخب الاولمبي السعودي. بالظبط بالظبط. قال لك احنا هناخد، كان ساعتها لسه عايزين يعملوا موضوع الاحتراف ان هم يسفروا اللعيبه السعوديين المحليين للفرق. قال لك احنا هنلغي الدوري خالص، هنصعد 6 لعيبه في الفيرست تيم والباقي ينزلوا مستويات درجه اولى ودرجه ثانيه. 6 لعيبه من كل من من كل الاعمار السنيه دي في كل فرقه يطلعوا فيرست تيم، بالظبط والباقي من فئه الاولمبي. من فئه الاولمبي، جميل والباقي يلعب درجة أولى ودرجة تانية اللي هو الأدنى، الدرجات بالظبط الأدنى يعني، بالظبط. أو أندية خلاص درجة يبقى أولى هو كده ودرجة تانية، مش أو هو موجود. بعد كده خلاص يعني هو يشوف الدنيا. فاللي حصل ما كانش يشمل محترفين اللي هم كان فئة المواليد ومحترفين، أنت ما علشان كنتش من كانت المهم. فرصتي تبقى قليلة إن أنا كمواليد أكون فيرست تيم هنا. إن هو كان في نص سيزون شغال أصلا، والمحترفين اللي فيه خلاص هم كان عندهم المحترفين بتاعهم هما ومحترفين كمان أوي بيفكروا في نوعية محترفين ليفل قوية معين. جدا. بالظبط لكن ما فكرتش ان انت تروح الدرجة الادنى، ان انت تلعب مثلا في نادي سعودي درجة تانية او درجة، كان ما هو كان في فكرتش. نص الموسم، كان الوضع صعب، لا كان في قيد ساعتها ولا كان، يعني هو اللي كان بيحصل بالظبط. هاخد من بلان بي احط في بلان ايه كنت داعم ليه. طب وبقيت بلان بي؟ قال لك لا خلاص يعني شوف السي او الدي او يقعد من اللعيبه المحليين، لكن يشمل المحترفين ولا كان يشمل المولين. عملت ايه بقى في الوقت؟ رجعت هنا تاني مصر، رجعت انا الزمالك بس ما كانش في عقد، قعدت معاهم كان شهرين لنهايه السيزون، مستنيين ان شاء الله في يناير ربنا ييسر هنا ان شاء الله في الدوري المصري. انت رجعت امتى؟ كان يعني يعتبر من فتره قريبه مش بعيد، اي يعني كنت متواجد في نادي الزمالك قريب؟ بس ما كانش في اي حاجه رسميه. طب يعني ما تأيدت لا 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 ما يعني، ما كانش، كنتش بتشارك في لا 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 المباريات، لا لا لكن لا كنت لا رسمي خالص بتتمرن مع تمرين الفرقة. بس. لكن طب وبعد ما خلصت الفترة دي واتفتح باب القيد او حاجة، ما حدش قال لك كمل معانا يعني؟ ما لا فكروش لا كان دخلوا الموسم الجديد. ده الكلام ده في التغييرات الكتير اللي حصلت في نادي الزمالك الفترة الأخيرة، ولا كان في وقت قبل ما يتم تجميد مجلس المستشار لا بتاع لا 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 المصري؟ قبل ما يتم، قبل ما يتم التجميد. قبل ما يتم. تمام. طيب فربنا ييسر ان شاء الله هنا في الدوري المصري ان شاء الله باذن باذن الله. الله. انت دلوقتي الخطوه بتاعتك اللي جايه ايه، او انت بتفكر في ايه، هي طموحك دلوقتي في مفاوضات مع نادي في الدوري الممتاز المصري، اتمنى ان شاء الله انها تكمل هنا الدوري المصري. طبعا؟ انا النقطه اللي مقصره معايا ان انا ما لعبتش هنا في مصر دوري ممتاز. محدش تمام. ما حدش محدش لسه عارف مين بالظبط، يشاء لكن مين انا لو يشاء. ربنا يستر ان شاء الله ولعبت دوري ممتاز في مصر اعتقد ده يكون نقطه تحول في حياتي انا في مفاوضات بالفعل باذن الله. ان شاء الله لو خير. كملت ان شاء الله تكون بدات فيه ان شاء الله يا رب. المفاوضات على يناير ولا على بداية لا على موسم يناير ان شاء الله يناير باذن الله. ان شاء الله. طيب ده هيخليني بقى اخدك في نقطة مهمة جدا. انت واحنا بنتكلم على الفترة بتاعت نادي الزمالك، الكابتن او الكباتن اللي قالوا لك بالتوفيق وربنا يوفقك، انا محترم جدا ان انت مش عايز تقول هم مين، بس احنا دلوقتي اللي بيشغل الرأي العام المصري او الرأي العام الرياضي المصري موضوع فكرة ان طول الوقت احنا عارفين ان في ناشئين بتخرج من الاندية ما بيبقوش يستاهلوا ان هم يخرجوا بالشكل ده، جميل. بيخرجوا فري وبعدين بيتألقوا والاندية ترجع تشتريهم تاني. لكن الضجة اللي حاصلة في الايام الاخيرة على موضوع حسين فيصل، برضو حسين فيصل واحد من مواهب الناشئين في نادي الزمالك وتم الاستغناء عنه مجانا. الراجل راح مضى في سموحة، تألق مع سموحة، انضم للمنتخب الوطني، تألق مع المنتخب الوطني. انت شايف الموضوع ده بيأثر ازاي على اللعيبة، او هل دي ميزة للعيبة ان هو يخرج فري يدور، ولا انت شايف ان لازم يتعمل عقود للناشئين دول بحيث ان انديتهم تستفاد بيهم بعد الفترة دي كلها؟ انا اسمح لي ارد على حضرتك رد تاني خالص. طبعا حسين فيصل كلنا شايفينه مع المنتخب، في ناس بتقول لك لا مش كويس زي ما بيقولوا على رفعت، زي ما بيقولوا على مروان، ناس مؤيده ليه وناس معارضه. بس انا هرد على حضرتك رد تاني. انا كواحد اتربيت في نادي الزمالك انا بيبقى عندي غيره الفانيلا اللي انا لابسها. بمعنى انا النهارده لما واحد جه قال لي ربنا يوفقك زي ناس كتير طلعوا فيه، انا هطلع اروح حته تانيه حتى لو حته اقل، هموت نفسي مش هبخل باي حاجه، ربنا يكرمني ارجع اخدم بالي.
انا لما ارجع هخدم ناديه تاني، هذا بقى تركيزي، انا عندي غيره على فنان الزمالك. كل ده جميل، انا بتكلم في نقطه يعني، في ناس على فكره بتفكر بنفس التفكير اللي انت بتفكر بيه، في ناس بتفكر العكس اللي هو النادي ده رماني، طب انا هخرج مثلا اتالق ولما يجوا يكلموني انا مش هروح، ممكن يروح الغريم التقليدي ليه سواء كان الاهلي او الزمالك ايا كان الناشئ اللي خارج من الناديين، او يفكر ان هو ما يرجعش النادي تاني لان هو يقول لك ما قدرونيش، او يعني التفكير ده موجود وده موجود. جميل. لكن انا بتكلم في فكره ان احنا ازاي نحافظ على على يعني الانديه الكبيره او الانديه الجماهيريه ازاي تحافظ على على المواهب بتاعتها. يعني بص برضه علشان ابقى اكثر وضوحا مع الناس، انا ما شفتكش وانت بتلعب. جميل. بس يعني الكلام ان انت ان شاء الله ربنا يكرمك باذن الله في الدوري الممتاز في يناير تكسر الدنيا، ونفتكر اللقاء ده واطلع انا اقول ان انا اكيد طبعا، شفناه هو بقى نجم اكيد شرف والدنيا لي. ماشيه تمام. لكن احنا بنتكلم على على فكره اللعيبه اللي خرجت من الانديه تتالق بشكل لافت للنظر، والنادي ده ممكن يكون مثلا يعني واخد اللاعب ده من هو طفل صغير من الاكاديميات مربيه، ما بيستفادش ليه في الاخر، بيرجع يشتريه بملايين. نقدر نحل الموضوع ده ازاي علشان ما يجيش حد يقول لك ربنا يوفقك هو ده ومحدش بالظبط، يقول ما هو ده اللي حصل دلوقتي، ده اللي حصل دلوقتي. العناصر المميزه في قطاع الناشئين لو مش متصعد في الفيرست تيم، حتى لو ممكن ما بيشاركش معاهم في المباريات، بيتمرن معاهم، حتى لو ما بيتمرنش معاهم، اللعيبه المميزه عملوا لهم دي حاجه حلوه، تضمن حق اللعيب، تضمن حق النادي. زي ما في بعض برضه مش هنجيب اللود كله على النادي، اللعيبه ممكن هو في الناشئين مثلا الايجنت بتاعه يعرف مدرب النادي الفلاني يكلمه، طب انا هروح امضي. تحصل كتير، ما يكونش عندهم الوعي الكافي مدى العقود ومدى الاتفاقيات والبنود اللي فيها، فاروح امضي في نادي تاني. لا، انا هنا كنادي انا ضامن حقي، وهنا كلعيبه انا ضامن لك حق. انت لو لعيب كويس انت مكمل معايا في ريستي. لو رجع بيك الزمن هتسيب نادي الزمالك وتطلع الهلال، ولا ولا هتستمر في التجربة؟ برضه خلينا اذكر حضرتك تاني، انا لما استاذنت ولما خدت راي الناس اللي كانت ماسكه قالوا لي ربنا يوفقك، فانا مش هقدر اكون في نادي الزمالك وانا مش قادر اخدمه. يعني انا قصدك ان قصدك ان ما كانش فيه تمسك بيك، ما حدش قال لك اقعد. لا، وبعد ما مشيت طب ليه مشيت؟ يعني انا اول ما نزل خبر ان انا خلاص مع نادي الهلال، طب ليه؟ فدي يعني دي حاجه انا من جوايا كانت مضايقاني، انا من جوايا كنت متضايق. انا حبيت، انا باخد رايكم، حاجه فرحان وجاي نادي الهلال افضل نادي في اسيا، وحبيت اخد راي الناس اللي كانوا دايما بيتكلموا معانا، اصبر واستحمل وانت يا ابن نادي الزمالك وربنا هيكرمك. فلما جيت اخد رايكم وبقول لكم على اللي حصل، واحد اتنين تلاته، انا ممكن كان يعني واحد زي ما قلت لك عندي غيره في نادي الزمالك، طب كمل معانا الموسم دوت، نعمل لك عقد وربنا يوفقك. ربنا يوفقك دي انا كلاعب كوره لما بسمعها من اداري، بسمعها من مدرب، بعرف ان هي فيها حاجه ايه. لا خلاص، انت انا بالظبط، انا مش عايزك معايا، دي حقيقه بس بقولها لك بشياكه. بالظبط. لما رحت نادي الهلال، طب ليه؟ طب مين اللي قال لك امشي؟ مش الشخصيات التانية، لا، الناس اللي انا بكملها لكل احترام. طب ليه امشي؟ كلمة ليه ديت هي اللي بتحسسني انا بالزعل شوية. لكن انا زي ما قلت لك من جوايا، انا ببقى طالع، يعني حتى لما كنت في الفترة الأولى، لا انا قررت هطلع، وهنا في الدوري المصري نادي درجة أولى درجة تانية، أي حاجة كنت هكون موجود فيها هزيد خبرتي، هرجع أخدم النادي. وحتى لو احنا مش في نادي الزمالك دلوقتي، احنا قلبنا كلنا بنخدم نادي الزمالك، كلنا في بعض. يعني انا عيب ان انا عندي غيرة على نادي، مش عيب، الانتماء ما يعيبش صاحبه. بس هي الفكره كلها في ان انت لازم، اكيد طبعا انت راجل لعيب كوره وفاهم حاجه زي كده، ان انت لما تكون في نادي تاني اكيد مصلحه ده الفريق حقيقي، اللي انت بتلعب فيه ده اهم حقيقي. طبعا. لكن فكره ان انت تبقى منتمي، كل ما فيش حد في مصر بيتابع كوره او بيتفرج على كوره مش منتمي، حتى اللي بيخبي انتمائه وما بيرضاش يقول هو اهلاوي ولا زملكاوي هو منتمي، وفي ناس عارفاه، عارف ان هو، فالانتماء ما يعيبش صاحبه. كلنا بقى مين من اللعيبه دلوقتي اللي ممكن الناس تبقى عارفاهم او النجوم الكوره في مصر مثلا، مين اصدقائك او مين كان جيلك اللي انت كنت تلعب معاهم، او اصدقائك مين المستمر العلاقه لغايه دلوقتي؟ بص، انا هقول لحضرتك حاجه، الناس اللي انا فيها على تواصل دايما معاهم واعتز بمعرفتهم، في عطفه، محمد عطفه لاعب الاتحاد السكندري، عطفه اصلا كان محترف في الرائد محتاج السعودي، يعني اول لقاء ليا خالص معاه نكشني، قال لي بتعرف تلعب بلاي ستيشن؟ قلت له طبيعي. كان ساعتها كنت انا في بريده، عند المعسكر في بريده، وكان هو في الرائد السعودي، فاتقابلت معاه
يعني بلاش اقول انا نتيجة الماتش اللي خسرتها قدام الشخصيات يعني، حتى هو في وقت من الاوقات انا بتصل اخد رايه في حاجات كتير يعني، انا بعتزم صديق معرفته. مقرب يعني، في احمد الشناوي، احمد الشناوي حارس بيراميدز. حارس بيراميدز قدام الشخصيات اللذيذه اللي بحب اتعامل معاها، في الزمالك عبد الله جمعه، اسلام جابر، ناس كتير. انت كنت قلت لي قبل ما نبدا اللايف برضو ان انت رمضان صبحي ومحمد ابراهيم، رمضان صبحي وكابتن محمد ابراهيم، محمد ابراهيم كابتن علاقتك بيه قويه، كابتن شيكابالا، كابتن شيكابالا كمان. كابتن شيكابالا انا زمان في قطاع ناشئين وانا في نادي الزمالك، خلص تمرين تمرين كان بيخلص الساعه 1 الظهر، فمن 1 الفيرسين كان بيبتدي تمرين 4، ساعتها الهيكل الخرساني لسه عندنا في نادي الزمالك، كنت اروح اقف من ورا الصوره عشان اشوف هو بيتمرن مع الفرقه. خدت الايام ودارت الايام، ونزل انا هو في من السعوديه جنب بعض في الطياره، وكنت بحكي له الموقف ده عادي شيكابالا جميل. جدا، شخصيه طيبه، يبان للناس ان هو عصبي وكل حاجه، ده طبيعي احنا كلاعبين كرة في الملعب عندنا ما حته طبعا عصبيه الملعب حاجة وبره بالظبط، الملعب قلبي حاجة على تانية. فرقتي حتى خصوصا لو خسران، عندي غيره على فرقتي، بس هو شخصيه طيبه جدا. طيب تتمنى ايه بقى في النهاية؟ ويعني توعدنا بإيه بقى الفترة اللي جاية نقدر نشوف هاشم إن شاء الله بشكل عامل إزاي، أو نقدر انا لو نشوف هاشم امنيه فين؟ شخصيه، انا لو امنيه شخصيه اتمنى ربنا يكرمني خاطر اقدم حاجه لوالدتي الله يرحمها، اقدم حاجه لوالدي واخواتي، ربنا يخليهم هم الداعمين ليا اصلا في كل حاجه. وبصفه عامه انا اتمنى ان في يوم من الايام البس تيشيرت منتخب، ربنا ما كرمنيش بفرصه المنتخب الاولمبي ساعه الاولمبياد، لكن ان شاء الله انا عندي ثقه في ربنا كبيره جدا 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 ان انا في يوم من الايام البس تيشيرت منتخب، سواء كنت في نادي الزمالك او في غير نادي الزمالك، لا انا باذن الله البس تيشيرت منتخب. طبعا نتمنى لك التوفيق، وباذن الله باذن الله ان شاء الله تكون موجود في النادي، تكلل المفاوضات بالنجاح يا باذن رب الله، وفي يناير ان شاء الله يا نشوفك رب يا رب نجم كبير مكسر الدوري المصري ان يا شاء الله. رب. وساعتها بقى لما نقول لك تعالى نعمل لقاء تاني زي ده هتبقى موجود أكيد معانا. أنا قبل بس حضرتك ما تختم، أنا بشكر حضرتك، بشكر الشباب القائمين على العمل مع حضرتك في فريق العمل، شرفت معرفة حضرتك، انا اسعد والله ربنا يكرمك وإن شاء الله نجيلك ان شاء الله. إن شاء الله فنسان خلوق بإذن الله. محترم، واحنا مبسوطين ان احنا كنا معاك النهارده، وان شاء الله يكون برضو الناس اللي بتتابعنا يكونوا يا رب شافوا اللقاء يا رب يا كويس رب ويكونوا مبسوطين بيك. يا رب. نشكرك شكرا جزيلا ان سيد زو شرفتنا حضرتك النهارده. مستر، ربنا يخليك. شكرا لحضرتك. اعزائي متابعي ومشاهدي صفحات المصري اليوم على السوشيال ميديا، ده كان لقائنا مع الكابتن هاشم الجيلاني نجم الكره السعوديه، اصغر محترف في الكره السعوديه وناشئ نادي الزمالك. ان شاء الله الفتره اللي جايه افتكروا الاسم ده كويس، باذن الله ربنا يكرمه وان شاء الله يكون موجود في نادي في يناير، وان شاء الله باذن الله يبقى اللقاء ده هو يعني نعتبر ان احنا احد الـ الاسباب اللي ساهمت في ان الناس تعرف الكابتن هاشم الجيلاني. ان شاء الله يكسر الدنيا. كان معكم وائل عباس من صاله التحرير المصري اليوم، اشكركم شكرا جزيلا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.